الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نشاط اليوم يندرج في إطار برنامج حوارات ثقافية اللي تنظمه وزارة شؤون ثقافية في مختلف الميادين. نعتبر المجلس نتاع اليوم اللي قاعد يتم توا هام جدا، باعتبار يعني يؤكد ويأمن حقوق المؤلف، حقوق الأداب بصفة عامة، كموسيقى، كشعر، كغناء، كتمثيل، كمسرح، كسينما. المجلس هذا يشرف عليه المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أول نشاط يكون به في ومش يعمل تورني في تونس أو نشاط في القيروان، وقاعد يتم يعني بحضور نسيج جمعياتي وثقافي ممتاز، فما مسرحيين، فما موسيقيين، فما شعراء، يعني من كل الفنون. وهناك مشروع يعني قاعدين يحضروا فيه على مستوى وزارة الشؤون الثقافية ومستوى المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كيف يمكن أن نؤمن حقوق كل من يقدم إبداعا في الحياة الثقافية متاعنا. أكيد المشاكل اليومية موجودة، كسته هو كما كنا نسمع، وكونه حتى فنان يقدم في حفلة التصوير ممنوع التصوير، لأنه هذاك يتسمى بيراتاج، يتسمى لأنه غدو تجمع تسوقه، فما نجم يتم إلا بالاتفاقية مع المبدع نفسه. هناك عديد الأغاني اللي تتغنى في الحفلات الزفاف وفي الحفلات العامة وتتغنى في المقاهي دون الرجوع إلى أصحابها، هذاك عنده عليك حقوق. هذا كل قاعد يفسر فيه تو المدير العام، وإن شاء الله نخرجوا بنتيجة، وهذا كل أنا ورقة عمل باش نخرجوا بها لتكريس يعني استراتيجية قريبة إن شاء الله تأمن أكثر حقوق المؤلف. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.